موجز 11 من الإخبارية السورية، أهلا بكم. بدأ صباح اليوم خروج دفعة جديدة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم بموجب اتفاق المصالحة في حي الوعر في حمص، تمهيدا لإنهاء جميع المظاهر المسلحة في الحي وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه. مراسل الإخبارية وفانا بهذه المشاهد لخروج المسلحين. في العراق استشهد شخص وأصيب 11 آخرون جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة شمال محافظة باب الوسط العراق. مصدر في الشرطة العراقية قال إن إرهابيا انتحاريا فجر سيارة مفخخة كان يقودها في مدخل جرف النصر شمال بابل، وكان إرهابي انتحاري فجر سيارته المفخخة خارج مركز لشرطة المرور في شارع أبو نواس المحاذي للضفة الشرقية لنهر دجلة، ما أدى إلى استشهاد 4 من شرطة المرور وجرح 5 أشخاص. أكدت اللجنة الإعلامية الفلسطينية لإضراب الحرية والكرامة أنه سيتم التوقف تماما عن المثول أمام محاكم التمديد، وبالتالي إغلاق المحاكم العسكرية للاحتلال بشكل كامل بدءا من يوم غد. وقالت اللجنة إن هذا القرار التزام بقرار اللجنة الوطنية لمساندة الإضراب واستكمال للقرار السابق الذي اتخذته مؤسسات الأسرى في بداية الإضراب المتمثل بعدم تمثيل الأسرى في المحاكم العسكرية، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بالتوافق مع المؤسسات العاملة أمام المحاكم الإسرائيلية، وعلى المحامين التوقف تماما عن تمثيل أي أسير ولأي سبب كان وتحت طائلة المسؤولية. هذا ويدخل إضراب الأسرى الفلسطينيين يومه 14، وأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتداء قوات الاحتلال على مجموعة من المراسلين والمصورين الصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم وقفة تضامنية في القدس المحتلة مع الأسرى، ما أسفر عن إصابة نحو 13 مراسلا ومصورا صحفيا، وصادر المحتلون كاميراتهم ومنعوهم من تغطية الحدث في خرق فاضح لحق الصحفيين في ممارسة عملهم. وصلنا إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.